تسعة. لك انت كيفك تحكي بلسانان؟ هيني كتير اسهل شي تحكي بلسانان. لك يا زلمه كيف اسهل شي تحكي بلسانان؟ يا خي ايه بحكي بلسانان، عندي لسان ولسان تاني بحكي فيهم. ما بتخاف من اللدغه من الشغلات هيك بس تحكي بلسانان؟ لا لا ابدا ابدا، عادي بحكي عادي ومرتاح فيهم وكل لسان يعني بحكي عادي. طب يعني شو هني هاللسانان اللي عندك انت؟ يا خي عندي لسانين، لسان واحد منهم لسان حالي والتاني لسان غيري. والله؟ ايه طبعا. طب وانت ما بتخاف يلك لسان غيرك على لسان حالك؟ لا لا حبيب ما في مشكله، انا كل لساني بيحكي باتجاه مختلف عن التاني. ايه ما ممكن ينربط لسانك انا. لا ما بينربط لساني انا، ما بي ابدا ابدا. طب لك انت خزلان عنك، يعني كل لسان ب 24 فراش، يعني عندك 48 فراش عم بيحرقوا بحناك؟ ايه طبعا انا ما عندي مشكله، انا بقد ما بدك فراشات بشغلهم كلهم ما في مشكله. طب لك ما انت عندك راس واحد، كيف عندك لسانين يعني؟ هاي الحزوره.